صراحة هذا الشيء اللي وقع في الامتحان ديال المحاماة صراحة يندى له الجبين ويحز في النفس ويؤلم جدا. وشنو اللي زاد انه اثر علينا حنا كطلبه هو التصريح ديال الوهبي البارح. عيبه صح، حشومه انه تتقول اريو كريزي، ارا انت اللي اريو كريزي. كيفاش انه حنايا كمغاربه مواطنين خرج واحد البلاغ اللي كيقول بانه غد كاين امتحان، كاين مباراه ديال 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 المحاماه، وانه اللي جاب مجموع ديال 80 انه غيدوز لوران ياك. انت كتقول البارح جاتني اللي استفدت 800 وصبرت للضغوطات انه باش تزاد. كيف يعقل انك يعني ملي كتقول ضغوطات يعني كاينه ان في هذيك النتيجه، وكتقول بانه هذه مباراه مفتوحه ما كاينش اون سوي، وانت كتقول انا ملي وصلت 2000 قبلت خلقت 2000 منصب شغل. كيفاش خلقتي 2000 منصب شغل هو البارح تيقول لك انا اللي جاب 80 يدوز؟ هذه ماشي مباراه اللي فيها العدد محدود، راه ما يمكنش. كتقول بغيتي نشر النقاط نشرهم، حنا كنتحملوا المسؤوليه. واش حنا كنا مسطير؟ ما يمكنش. واش حنايا اللي دوزنا لي كونكور ديال لي ماستر جبنا النقاط في لافاك وعانينا وضربنا ودرنا وفي الاخر انه ما نجيو حتى لهذا الامتحان هذا اللي درنا ليه الجهد كثر ونزلقوا؟ ما يمكنش. وانه البروي وانا البروي وانا خرجتو معايا مشيت للدار وكانوا تسريبات ديال الامتحان ديالها وما بنادم صورهم كاين اللي خرج معاه كوبي كاين الى اخره. ومشيت ودرت لقيت بانه عندي انا بزاف العديد من الاسئله. صح انا كنت مرتاح، صح كنت مرتاح انايا بانه كنقول صافي تهنيت قلت صافي الحمد لله راه الامتحان داز مزيان غادي نوجدوا اللورا. ومني كنشوفوا هاد النتائج هادو 3% راه لا يعقل. 3% راه خصنا نسالوا هاد النظام كله التعليمي الا كان كليه الحقوق الالاف اللي كتخرجها ويجي ويدوزوا مباراه وتلقى فيها جوج 3% راه ديك الكليه خصها تسد. لان الا كانت غتخرج لي انا كاع داكشي تماره كله وتخرجي 3% هذوك حنا راه ما كراكيز حنا دابا ما كنقراوش لانه ما يمكنش. المسؤوليه الاولى كيتحملها هو وهبي. علاش؟ ماشي اي حاجه. حنا جلاله الملك، جلاله الملك هو رئيس الدوله، ولكن هذا وزير هو اللي يمكن له بهذا القطاع هو اللي كيتحمل المسؤوليه. ويكون غير كيقول لك العذر اقبح من الزله. والبارح حشومه يهضر معنا بديك النظره ديال الاستعلاء وكيقول لك الا ما جيتيش انا ولدي قريته عنده جوج ديال وكيبطبط للصحفي في يده كيقول لي ولد با عنده الفلوس ياك الشريف. وتشافت اللي برات ادم سميت فتي انت او الا ما عنديش فلوس انا ما نقراش. حنا والدينا عادي مواطنين مغاربه كيخدموا تيجيبوا مقاتلين معنا باش ما جاب الله. حنا اللي بغينا استقلاليه ماديه واستقلاليه يعني الكرامه ديالنا نحفظوها باش انه تلقى واحد الخدمه ودير وتجبني مستقبل. وكتشوف بانه بحال هكا الوزراء ولا الناس ديال الدوله كيطاكليوك هكا مؤسف. هادشي حشومه عيب. حنا زعما ماشي كنطالبوش بزاف، كنطلبو غير بحقنا. وانا كنتحداه والله العظيم كنتحداه انه النتائج والنقاط والرقم غير يلوحهم لانه واخا 68000 زلقات او واش 68000 جات اكثر من 80؟ ما يمكنش. حنا خاص انه تفتح تحقيق ويتساءل هذاك الوزير. ثانيا انه امتحان انه ورق اللي تصح ولا ما غاش تصح عاودوا لنا امتحان يعاودوا. شوف انا نقول لك يعاودوا شي السيمانه الجايه والله السيسي ديك 70000 والله تمشي تدوز منهم انا والله تمشي ندوز وبنفس العزيمه وبنفس الاصرار وبنفس الاراده وبنفس الجهد وبنفس القرايه وكل شيء. لانه هذيك البريباراسيون اللي برينا حنا ماشي مشينا معاولين نقلوا، مشينا وداك الشيء لقينا في راسنا ونتحداو. وانا مواطن مغربي نقول لي يعاود هذاك يعاود يلوح المباراه ولا قال لك انا غادي نفوض هذاك الشيء النيابه العامه نعبد النبوي يلوح الامتحان ونتحداه. ديك 68000 اللي سقطت تعاود الامتحان ونتحداه تنجح واحد النسبه كبيره بسبب هذا الغل وهذا سميتو اللي داروا فينا. والله سيدي الا نتقاتلوا نجيبوه ياك حنا غير وسيدي والله الا نتحداو ذاك الامتحان. وشو يديروا هما جوج ديال لي زورال كاع ما يديروا كاع ليك يديروا لورا ويديروا اللجنه فيها قال لك 9 الناس كتصحح دوك 9 الناس جيت تحضر ولورال ويسولونا فاش ما بغى. انا ندوز فرنسي وندوز عاوتاني فرنسي ولورال ندوزو حتى هو فرنسي ونشوفوا حنا ديك الساعه واش غادي يديروا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.